الحلقة 15 من برنامج بدل رمضان. نتكلم النهاردة على موضوع مختلف، يعني أنا أول مرة أتكلم فيه، بس حبيت أن أنا أشارك معاكم تجربتي، وهو موضوع الثقة بالنفس. الحلقة دوسي على لايك، ولو أنت جديدة اشتركي في القناة وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل الحلقات، وشاري كمان الحلقة مع أصحابك. كان عايزة أحكي لكم قصة صغيرة، وهي فترة الثانوية العامة. أنا حاليا دلوقتي في تانية كلية. ثانوية عامة مش من ألطف السنين اللي عدت عليا، كنفسيا جسديا عصبيا فكريا كل حاجة. حرفيا من أكتر السنين اللي أنا فعلا تعبت فيها، وتعبت جامد جدا طبعا بسبب الضغط. انتوا عارفين طبعا فترة الثانوية العامة بتبقى قد إيه فيها ضغط دروس ضغط بيت. أنا كنت أدبي، ثانوية عامة دي كانت أول سنة يجي فيها ليا كورونا، كانت أول لحد شهر 3 كورونا دخلت مصر، والعدد بدأ يزيد وبدأ في حالات كتير تكتر، وأنا كسان دي مناعتي ضعيفة جدا، فقررت إن أنا هقعد في البيت مش هاخد ولا درس، هراجع مع نفسي، مدرس هيجي البيت مش هطلع بره البيت، هقعد اراجع من شهر 3. امتحاناتي كانت في شهر 7. طول فترة الثانوية عامة خدت كلام سلبي، كنت محبطة جدا، كلام كتير اتقال لي انت مش هتنجحي، انت فاشلة، انت مش عارفة ايه، انت فعلا كنت يعني كنت متضايقة جدا، وما زالت على فكرة التالتة سنة مؤثرة عليا وفاكرها بالتفصيل ومش هنساها، لان انا فعلا انا مبسوطة بنفسي واللي انا وصلت له. طبعا قرار ان انا اسيب الدروس واقعد لوحدي اذاكر، وهي وقت اصلا عز مراجعة التالتة ثانوي، وكنت طالعة اصلا من الدروس سايبة في كل مادة ابواب، فكان قرار صعب جدا، بس انا اخدته عشان انا كنت واثقة في نفسي قوي، وكنت عارفة ان انا هنجح وهعدي تالتة ثانوي ومجموع كمان حلو، هقولكم عن المجموع في الاخر. لولا وقفت ماما جنبي، هي اللي وقفت جنبي، هي اللي كانت الوحيدة اللي واثقة فيا. عايزة اقولكم انا اصلا فترة الثانوية العامة دي كلها كنت انا بلعب فعلا، ولكن لما كنت بقعد اذاكر انا كنت فعلا بذاكر، ببقى داخلة انام وعارفة ان انا ضميري مرتاح من ناحية المذاكرة، وان انا فعلا انا ذاكرت فعلا زي ما بقولكم كده. ماما هي الوحيدة اللي كانت واثقة فيا وواثقة ان انا فعلا هنجح في تالتة ثانوي كمان مجموع حلو. وعدت الايام وعدت الامتحانات وعدت قرف ثانوية عامة، والنتيجة ظهرت يوم النتيجة مش هنسى اي تفصيلة فيها، مش هنسى عادتي طول الليل مستنية الساعة لو تظهر فيها النتيجة، مش هنسى فرحتي ودموعي اللي انا وقت الثانوية عامة انا نجحت فعلا. ما كنتش اتوقع اصلا ان انا اجيب مجموعة، ده انا جبت 83.5 ادبي على نظام اللي هو البوكلت، وطبعا كل ده ما كانش هيحصل غير بوقفة ماما جنبي، فعلا هي الوحيدة بصراحة اللي كانت واقفة جنبي وكانت واثقة فيا جدا، و فضلت واقفة معايا لحد ما خلصت تالتة ثانوي، وما زالت يعني واقفة جنبي، فبحب اقول لها ان انا شكرا جدا ليكي. باختصار انا عايزة اقول لكم على حاجة، ان ثقوا في نفسكم، ثقوا ان انتوا هتقدروا تعملوا اي حاجة، ثقي في نفسك انك حلوة مهما كان شكلك، تخينة رفيعة، جسمك فيه علامات، جسمك فيه مش عارفة ايه، بشرتك فيها تصبغات، فيها حبوب، فيها اثار حبوب، فيها اسمرار، فيها اي حاجه، ثقي في نفسك وقفي قدام المرايه وقولي انا حلوه. عايزه اقول لكم ده مش غرور خالص، ولكن ثقي في نفسك، انت هتقدري تعملي اي حاجه لاي حد في ثالثه ثانوي او اي بنوته بتتابعني في ثالثه ثانوي، انت تقدري بجد، صدقوني انت تقدروا. ذاكروا، المهم انك تذاكري وانت داخله تنامي ضميرك مرتاح ان فعلا انت ذاكرتي. انا عايزه اقول لكم انا كنت بدخل الامتحان وانا ضميري مرتاح وعارفه ان انا كنت بذاكر ولخصت وحليت كتب وذاكرت ودست على نفسي. انا كنت بصحى في الفجر، عايزه اقول لكم كنت بصحى في الفجر ان انا اعمل قهوه وبعمل سندوتشات بطاطس واقعد اكل بعد واشرب القهوه، بعد كده اروح داخله نايمه. فينا تقدر، كل بنوته وكل ست تقدر تعمل اي حاجه تحت اي ظرف، تحت اي ظرف نقدر نعمل اي حاجه. تقدري تشتغلي، تقدري تعتمدي على نفسك، تقدري تعملي اي حاجه. كويس ان انا عدى عليا ايام كنت بنام معيطه بسبب الكلام السلبي اللي كان بيتقال لي، انا عارفه وحاسه بالناس اللي بتبقى في ثالثه ثانوي وبتبقى ثقتها مهزوزه ومش عارفه، تحس ان هي خايفه متوتره ان هي مش هتنجح وان هي هتبقى فاشله.
مفيش حد فاشل، مفيش حد فاشل، كلنا ناجحين، بس ربنا عطانا كل واحد فينا حاجة مميزة عن التاني بيبقى ناجح فيها. نفسك بطبيعتك، اتعاملي بالطريقة اللي انت بتحبيها علشان الناس تعاملك بنفس الطبيعة اللي انت بتعاملي بيها نفسك. دي كانت رسالتي، ان انا عايزة اقول لكم ان انتوا تثقوا في نفسكم وتقدروا تعتمدوا على نفسكم، مالكوش دعوة بالنقد وبالنقد السلبي والكلام الوحش اللي هو بيتقال لنا. هدفي من كل الفيديو ان انتوا فعلا اعتمدوا على نفسكم، ثقوا في نفسكم 100% ان انتوا تقدروا تعدوا اي خطوه في حياتكم. مش شرط ثالثه ثانوي، هي دي كانت تجربتي مع ثالثه ثانوي بصراحه اللي هي كانت اسوا حاجه، لان فعلا حرفيا في الوقت ده ثقتي فعلا كانت منعدمه، ما كنتش بثق في حد ولا بثق في نفسي، وكنت فعلا خايفه ان انا ابقى فاشله فعلا زي ما كانوا بيقولوا، لحد ما خدت القرار ان انا هثق في نفسي وهثبت لاي حد قال لي انت فاشله. كل بنوته تجاوب على سؤال انتوا بتثقوا في نفسكم بنسبه كام، هتلاقوا اجابتي كمان في اول تعليق تحت. انا بجد ان انا اكون افدت بنات او ستات عامه، يعني تكونوا مبسوطين ان انا اتكلمت في الموضوع ده، وانا حاسه انا مش عارفه اتكلم فيه لان انا يعني مش متطوره قوي فيه، ولكن انا كنت بحاول كده ايه اقول لكم الحاجات اللي حصلت معايا بما ان احنا عيله واحده. دي شاطره، مفيش حد فاشل، وتقدروا كلكم تنجحوا. اعتمدي على نفسك وثقي في نفسك اول حاجه، واشتغلي على نفسك وطوري من نفسك وعبري عن نفسك اي حاجه، عبري عن رايك. فلو عجبكم الحلقه ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا كمان في القناه لو انتوا جداد، وشيروا كمان الحلقه علشان صحابكم يستفادوا. قولي تحت في الكومنتات رايكم بقى وانتوا اللي حصل لكم او مريتوا بايه، ندردش مع بعضينا ونعرف اكتر عن بعضينا. واشوفكم على خير في الحلقه 16. باي باي.